هلا انا محمد، جيت يا جزر المصرية يا خاين. فين ولدك؟ عمري تزكزك يا بطرة. لا يا ابوي، لا يا ابوي، لا تقتلها كيف وعيش كيف مع الرجل اللي قتل امي قدام عيني. مطراحة للي زي امي. لا يا ابوي، سامح 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 يا ابوي. اسامحها في اختي ولا في روحك؟ توحيد محمد. محمد ما حدش هيموتك خالص، انا جارك اهو. اشمعنى انت اللي قلبك حنين يا ولد؟ تعال وريني قلبك الحنين. بدرة! أمّا! أمّا رد علي يا أمّا! 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 أمّا رد علي يا أمّا! ما في شمال، هنودوها المستشفى. شيلوها ودوها المستشفى. كل اللي شفته بعينك النهارده اوعى تقوله لحد. لا مش هقول. طوع يا مهران، ربنا حكم يا ولدي تكبر قبل اوانك. طب واللي انا شفته وانت ما شفتوش تقوله؟ طبعا. الراجل ابو ذكري ماله؟ جه عندها في الليل وانا كنت عامل نفسي نايم. كمل يا مهران. يا حج، خطوة عزيزة، جاي تشكرني بنفسك؟ أقل منها أبو ذكري، مشيت ليه وسبت المنظر؟ لقيت الواد، مبروك. لقيته ولقيت بدرة ميتة. فغارة، هي إيه اللي رجعها تاني الفقرية دي؟ الدكتور قال إنها خدت حباية غلط. حباية؟ ما هي عم تاخد حاجات كتير من غير كشف، فقرية طول عمرها. لا، دول شاكين ان حد ادهالها وفي شهود. شهود علي وعلى مين؟ على راجل كلب قلبه مظلم، جابها وخلاها عنده ولما غرضه تبدل حب يموتها. انت ايه، عفريت ولا بني ادم؟ بتعرف الحاجات دي كلها منين؟ حاجات ايه؟ التخاريب دي كلها. بص يا ابو ذكري، تنسى الانتخابات. تاني حاجة، برا بيتك لحد الانتخابات ما تيجي وتطلع مش هتطلع. هتحدد اقامتي يا حج؟ مرتك والعيال يخرجوا زي ما هم عايزين، لكن انت رجلك تخطي عتبة البيت دي هتضرب بالنار يا ابو ذكري. Thank you.
وقت لابوك. اسم الله عليك يا أمه. أنا حبيت أبوك. بس هو ما حبنيش. جوزوني ليه غصب. كفاية يا أمه. أنا هرتاح خالص أهو. بس أنا بحبك يا أمه. أنت الحتة الحلوة اللي في قلبي يا بنتي. عشت عمري اللي فات حبي لأبوك اللي كرهني. حتى حبي ليه بقى غل. والغل أبوك لي كان أوعر من عضة الديب في جسمي. سامحيني يا بنتي. أنا رد عليها يا أمي.